أيضا على بطولة كأس السوبر الإفريقية. هذه أول محاولة وفرصة والهدف. يا لها من بداية. الحسنية يسجل في وقت مبكر، هدف في وقت مبكر. يوسف الفحلي، فحل يا يوسف، والله يسجل الهدف الافتتاحي ونحن لازلنا في أول دقيقتين تقريبا من عمر هذا اللقاء. هدف في شباك الحارس أفي لوكاي، يصلون للمرمى في وقت مبكر. طبعا تفوق، شوف الكرة، يعني لو تعاد الكرة إطلاقا لم يكن أحد يتوقعها. هاي طويلة، سبق المدافع حاول يضايقه لكنه تخلص منه وسدد بقوة. يا عين عليك يا يوسف يا فحلي، رائع انهاء بقوة في شباك الحارس أفي لوكاي. 1-0 إذا للحسنية. الحسنية يسجل في وقت مبكر جدا. في ذلك الوقت محمد فاخر اللي كان مدربه حتى الأسبوع الماضي، ترتد الكرة وتزيد من بعيد. هدف التعادل. نعم، هدف جميل. أوكستن أولا دابو يتعادل بهذه التسديدة القوية البعيدة. 1-1. حسنية أكادير طبعا تقدم والآن يرد عليه أنيمبا بهذا الهدف من مسافة بعيدة. عبد الرحمن ربما تفاجأ بهذه الكرة من مسافة بعيدة، لكنها كانت تسديدة مركزة وقوية في شباك الحسنية. 1-1 ولا زالت النتيجة حتى الآن جيدة بالنسبة للحسنية، ولكن حذاري من الدقائق القادمة. هاي التسديدة، الحارس طبعا أعتقد أنه عبد الرحمن كان بإمكانه يصل للكرة ويبعدها، يا ما أبعد كرات أصعب منها، لكن يبدو تقدير الكابتن عبد الرحمن يمكن كان تقديره وتقديره كان خاطئ.